ازاي نحرك. علشان نحرك لازم احط كي فريمز. يعني ايه كي فريمز؟ كي فريمز يعني مفتاح حركة. مفتاح الحركة ده وظيفته عشان نبسطها، انا هحرك البوزيشن مظبوط، يبقى هضغط حرف البي عشان اجيب بوزيشن، او اس عشان اجيب سكيل، تي عشان اجيب اوباسيتي، ار عشان اجيب روتيشن، اي عشان اجيب الانكر بوينت. لو عايز اجيب اتنين مع بعض اضغط مثلا بي للبوزيشن، اضغط بقى شيفت، اضغط ار هات الروتيشن، خليك اضغط شيفت زي ما انت، اس هات السكيل، وهكذا. لكن لو سبت شيفت وضغطت على اي حرف هيقفلهم كلهم. بس هضغط بي. انا مثلا عايز اجيب دي زي ما قلنا من يمين للشمال، ماشي، حاجه بسيطه خالص، امسك دي وحركها لليمين. وانت بتحرك لو ضغطت شيفت هتضمن انها ما تطلعش منك لفوق ولا تحت، الا لو انت عملت لها فورس، يعني اذا زقتها قوي كده عشان تطلع. تمام، فانا همشي كده طلعتها بره. طيب دلوقتي انا في الفريم كام؟ في الفريم زيرو. انا عايز اقول لافتر ان المربع ده او البوزيشن بتاع اللاير دي في الفريم زيرو بالقيمه دي على اكس. طبعا اكس هو واي. طب هو افتر هيعرف دي منين؟ لما اضغط كده. كده انا حطيت كي فريم اللي هو علامه اللبن دي، لو ضغطت عليها كده هشيله، ماشي. فكده انا حطيت هنا اهو كي فريم. وخلي بالك لو انت فوق الكي فريم بالظبط هتلاقي ده نور، لو انت بعيد عنه كده هتلاقيه مطفي. يعني لو انت بتكلمني وقلت لي مثلا كذا، قلت لك اتاكد انك واقف على الكي فريم بالظبط، هتعمل ايه؟ هتتاكد ان دي منوره. معنى منوره يعني انا واقف على الكي فريم بالظبط. تمام. طيب انا عايز اودي دي من هنا لهنا. طب هي هتروح من هنا لهنا في قد ايه؟ تعرفين السرعه والزمن والمسافه، هي نفس الموضوع. انا هسافر من هنا لهنا، طب هتسافر في قد ايه؟ هسافر مثلا في 25 فريم. فانا هقول له طيب انا همشي 25 فريم واقوم مصفر دي من هنا لهنا. حلو. بص كده باي ديفولت افتر قام حاطط لها كي فريم. فيما معناه بقى ايه؟ ان بمجرد ما تنشط نظام الكي فريمات اي تغيير في الخاصيه اللي واخده كي فريم هتلاقي افتر حاط لها كي فريم من عنده. بصوا كده لو مشيت كده يبقى انا ماشي كده. تمام. لو عملت زيرو، خلي بالك زيرو من اللوحه بتاعه الارقام مش الزيرو اللي فيه قوس. اللابات بقى اللي ما فيهاش زيرو ممكن لو انتوا كتبتوا في جوجل تشينج افتر افكت شورت كاتس هتلاقوا هو في سكريبت بيعمل الحركه دي، او تقريبا هو افتر هو فيه الموضوع ده، مش عارف هي في الهلب اهي في هنا اللي هي كيبورد شورت كاتس ده، افتكر هيفتح لها جايد. هيفتح لها جايد. تمام. وانا مش عايز الجايد، بس في سكريبت بيغير الشورت كاتس دي. تمام. فانت لو كتبت في جوجل هتلاقي السكريبت وهتلاقي الشرح بتاعه. الموضوع ما هوش مش صعب يعني. المهم لو ضغطت على زيرو هسيبه، اضغط على زيرو تاني هيقف، زيرو تاني يعمل بلاي باك. هتقول لي ما الاولانيه دي ايه؟ هقول لك الاولانيه دي اللي بنسميها البفر. يعني ايه؟ يعني ايه البفر؟ بص كده لما تعمل زيرو اول مره هتلاقي فيه خط اخضر اتعمل هنا الاول. الخط الاخضر ده معناه ان افتر افكت بياخد الفريم يحطه في الرام. تمام. فالزيرو اول مره اهو. تمام. زيرو تاني هو وقف الانيميشن، بس لو ضغطت زيرو تالت مره ده كده مش بريفيو، ده كده بلاي باك. تمام. طيب انا كده عملتها كده اهي، اتحركت من هنا لهنا والدنيا تمام وزي الفل. لو جينا نبص هي الموضوع فيه تقل شويه، بس لان البرنامج بتاع التسجيل بيعمل ريندرنج في الباك جراوند، ف
عشان كده الدنيا فيها تقل عندي شويه. المهم انا كده هحط، طب هو انا ينفع احط اكتر من كي فريم لاكتر من خاصيه؟ افرض انت عايز الانيميشن ده بدل ما يمشي كده، لا الكيوب يلف حوالين نفسه كده، يبقى انا هشتغل روتيشن صح. طيب ارجع لاول فريم، تعالى هنا شيفت مع ار عشان اجيب الروتيشن، كليك حط كي فريم في الفريم رقم 0، اطلع مثلا هنا، ممكن تطلع بعده على فكره زي ما انت حابب، تمام. اطلع هنا العب في دي شويه كده مثلا اهو، مثلا يعني، فهنلاقيه بالشكل ده. ممكن تزود فيها شويه، تمام، هنلاقيه ماشي بسيطه خالص اهي. طب انت لو عايز تعدل في كي فريم، ايه ده روتيشن كبير قوي. طيب خلينا بقى واقفين هنا، تمام، ونقوم عاملين دي مثلا 180 درجه كده، انت لبست في الحيط. بص افتر عمل ايه، حط هنا كي فريم كده، الانيميشن بتاعك اتغير تماما. بص شايف ده بيلف فين؟ شمال اهو، هيجي هنا هيقلب يمين. طب امال اعمل ايه لو انا حبيت اعدل انيميشن؟ لو حبيت تعدل في كي فريم تقف على الكي فريم نفسه، في الحاله دي تعدل. هتقولي ايه ده روتيشن قدامه مش عارف سالب 3 اكس ومش عارف كام، لان دي بنسميها الدورات. يعني ايه الدورات؟ بص كده، طول ما انا كده الدنيا تمام اهي، حلو، او كده الدنيا زي الفل. بص كده اول ما دي هتوصل سالب 180، الزيرو هيتقلب اهو، اسف، لما توصل 360، معلش 360 هنلاقي الزيرو اتقلب واحد. فيما معناه ان انت بدل ما تقعد تكتب هنا سالب 360 وتلاقي الزوايا كبرت منك جدا، ممكن تقول له افتر 3 اكس، فيما معناه ان هو هيلف من هنا لهنا، هيلف 360 ثلاث مرات اهو، نفس الانيميشن خلاص. انا ممكن اقول له 2، يبقى كده الروتيشن هيقل ماشي بالمنظر ده. ممكن اقول له هنا، ما اجيش اعدل وانا هنا بقى، تمام، اقول له مثلا، وما اجيش اعدل وانا هنا، لان انت كده لو عدلت دي هتبقى من 2 ل 2، يبقى انت ما عملتش حاجه خلاص. انا بعدل اللي انا عايز اعدله، هقول له هنا سالب 2 مش 2 عشان يلف في الاتجاه الصح اللي هو ده. جميل كده. طيب ده كده فل. بس بص كده، لو مسكت البوزيشن افتر ادالك هنا حاجه بنسميها الموشن باس. الموشن باس ده اللي هو توضيح للمسار، بنسميه بمعنى تاني التراجكتوري. يعني لو انا قلت لك موشن باس زي ما هقول لك تراجكتوري خلاص. بس التراجكتوري ده فيه، شفتوا النقطتين دول بنسميهم الهاندلز. لو مسكنا الهاندل ده وعملنا كده، عارفين البين تول في فوتوشوب يعني زيها كده مثلا، يبقى الانيميشن كده اختلفت كده وطلع كده. فهي ظريفه يعني، لو انت حابب انك انت تعمل حاجه زي دي. طبعا لو راحت منك امسك اول كي فريم او اخر كي فريم، يعني يدي تمام. ده لو انت حاطط زر، ممكن نعمل ده يبقى بالشكل ده كده، وده يبقى بالمنظر ده كده. كده بقت صعبه كده يعني، حاجه كده. ده لو انت عايز تعدل في الانيميشن بتاعك. طب الكي فريمات دي ليها انواع. يعني ايه؟ يعني لو احنا قبل ما نقول ليها انواع، انتوا خدتوا بالكم كومبوزيشن ليه قد ايه؟ 10 ثواني. طب ده الانيميشن بتاعي هنا، انا عايز يعني مش عايز كل ما اجي اعمل بريفيو افضل اعمل كده واستنى يمشي 10 ثواني ويرجع يوريهولي تاني، لا. عشان نعمل معاينه على حته معينه، اطلع هنا مثلا واضغط حرف البي، بي اوف بن، بي اوف بوك، انا اسف. لو ضغطنا حرف البي، بص كده عمل ايه؟ عمل تريم. يعني الافتر هيشتغل من اول هنا لغايه هنا. يعني كده احنا بنتكلم على البيجن. يعني بمعنى تاني الان بوينت. خلاص؟ اذا الان بوينت بتاعتي بقت من اول هنا، اذا الافتر هيشتغل كده. اللي بره ده ولا هيعبره. طب اذا انا عايز ارجعه تاني، يا عم عادي، تعالى هنا اهو وامسك ده اهي، هاتها كده. هي الفكره بس انك انت تحجم البريفيو بتاعك. افرض انت عايز تعمل تشوف حته في نص الديزاين، هتستنى 4-5 ثواني في الاول وبعدين 4 في الاخر؟ طب ليه؟ تعالى هنا مثلا واضغط بي، امشي شويه اللي انت عايز تشوفهم واضغط حرف الان،
بس عمل لك ان بوينت واوت بوينت او ستارت بوينت واند بوينت. يبقى انا كده لما اشتغل افتر هيوريه دول، تمام؟ بس فانا عايز ارجع دي كده وعايز ارجع دي كده، يبقى انا هاجي هنا مثلا واضغط ان، لو ضغطنا زيرو كده انا ده بنسميه ايه بقى؟ سبيد اب ورك فلو، ان انا بسرع الورك فلو بتاعي، تمام؟ عن طريق شويه تريكات كده بعملها علشان اشتغل بسلاسه اكتر. طب جميل. طيب ده كده بنسميه، او الكي فريمات دي اللي هي من النوع اللي عامل شبه السامبوكسه ده، خلاص بنسميها لينير كي فريم. ليه لينير كي فريم؟ عشان تشوفوها هي ليه، هو نزل تحت قوي كده ليه، عشان تشوفوها هي ليه اسمها اسمها كده. اوبس، يا ده جاي في حته رخمه. انا هرست ده مثلا كده، تمام؟ تعالوا كده قبل ما معلش يعني اهو اقول لكم حاجه، معلش انا عملت ريسيت. لو جيت عملت زيرو، بص كده لو خدت بالك السرعه اللي الكيوب او السوليد داخله بيها وطالعه ثابته، داخله بسرعه ثابته وطالعه بسرعه ثابته، تمام؟ ده تمام. بس افرض احنا عايزين نتحكم في الموضوع ده، يعني مثلا تخش في بدايه الدخله تبقى داخله بالراحه شويه وبعد كده تاخد سرعتها وبعد كده خارجه تخرج بالراحه سنه، تمام؟ عشان نعمل دي ما ينفعش اللينير كي فريم ده، عشان كده بنسلكت الاثنين ونعمل رايت كليك، او هي ليها اختصار اسمه اف 9. نعمل رايت كليك وبقول له كي فريم اسيستنس وبقول له ايزي ايز. بالمناسبه الحته دي فيها شرح كتير قوي قوي، بس انا عايز اختصر جدا في الانترودكشن دي، واللي مش هقوله دلوقتي هيجي بعدين، وهقول له حاجه اسمها ايزي ايز. لو عملنا ايزي ايز هلاقي الدنيا اختلفت الى حد ما. لو جينا عملنا كده اهو، بص إيه، اظن الدنيا اختلفت. هي داخله بسرعه وبعدين طالعه بالراحه، يعني بتهدي في الدخول في بدايه دخولها بس، وبعدين تاخد سرعتها وبعد كده تهدي وهي خارجه، تمام؟ اما لو لينير الموضوع بيبقى مختلف. طيب ده كده يبقى ده بنسميه الايزي ايز كي فريم اللي عامل شبه البرميل ده. اما لو احنا عايزين نرجعه، طب انت بتقول لي طب انا عايز ارجعه لينير تاني، بسيطه، كنترول كليك كنترول كليك هيرجع اهو. بص بقى الفرق المره دي، زي ما دخلت زي ما خرج، مفيش الايزنج اللي في الاول ده. طب جميل، ده بالنسبه لنوع الكي فريم. طب في حاجه عايز اوريها لكم علشان نوضح الاوبشن الجاي. لو انا عايز اشيل الكي فريمات دي هقوم ضاغط هنا شايل، لو انت عايز تدلت كي فريم بعينه كليك على الكي فريم ودلته خلاص، لكن انا هشيل الانيميشن كله هنا واشيله هنا. بصوا كده على اللي جايه دي علشان فيها كلام، انا هكبر البريفيو بتاعتي سنه وهاخد ده هنا كده واجي على فريم زيرو واكليك على البوزيشن، وهاخد ده من هنا لتحت شويه كده، اوبس كنترول زي معلش، همشي كده شويه حبه حلوين واخد ده لتحت كده، وعايزه يجي كده ويطلع كده. بس اللي انا عايزه بالظبط انه يجي كده ويطلع كده على طول، لكن بصوا اللي هيحصل حالا في الافضل لو مشيت كده. بص بص بقى كده شايف دي؟ انا مش عايز دي، انا اللي انا كنت عايزه بالظبط بالظبط زي ما قلت واكدت في الاول انه يجي كده ويطلع كده، خلاص عمرها ما هتيجي. بص كده لو انت عملت كده وخدت دي كده برضه هو مديك كيرف. طب ايه الحل في دي بقى؟ الحل في دي انك انت خلي بالك الكيرف ده احنا بنسميه، بص شايف الهاندل ده كده، احنا بنسميه بيزير كيرف، اللي هو كيرف سموث او سموث كيرف يعني. بس دي بقى مش عايز اقول لكم بهدلت الدنيا والاخره في الكاميرا، بالذات الكاميرا لما نشتغل على الكاميرا. انت عايز الكاميرا مثلا تروح تقف قدام صوره وتطلع منها على طول على اللي بعدها،
لو انت مش عامل الحركة اللي هقولك عليها دلوقتي هتلاقي اللي هيحصل كالآتي، وغصب عنك هتلاقي الكاميرا راحت كده، وبدل ما تطلع شارب كده لا لازم هتاخد كيرف وتطلع. تمام؟ فالحركة دي بص افتح الافتر عينك وعبادتك عليها. ايه هي؟ Edit Preferences General. لو تفتكروا انا قلت ان فيه هنا اوبشن، انا هقوله بعدين اهو. Default Special Interpolation to Linear. كليك اوكي. للاسف لازم هتقفل الافتر وتفتحه او هتعيد الانيميشن تاني. تمام؟ طب ما تيجوا نعيد ونجرب يمكن يطلع ابن حلال. وهقول يعني ايه سبيشال انتربوليشن دلوقتي. انا عارف ان بتسال بس انا هقولها. هنروح كده ونروح هنا برضو وامشي بده كده واروح هنا. خلي بالك معايا بقى يا رب يعملها. ما عملهاش. يبقى كده هنقفل افتر ونفتحه من تاني. هقفله وافتحه. نشوف كده بقى. كليك ناخد كي فريم ونمشي هنا. اوبس. ونمشي هنا ونمشي شوية. بصوا كده تعرف تشتغل وانت مرتاح. لان هتقولي طب افرض انا عايز اعمل كيرف في النص. امرها سهل بقى، بس اهم حاجة ان انا بقى عندي الحركة الديفولت بتاعها لينير. طب نيجي هنا بقى للسؤال، هو يعني ايه سبيشال انتربوليشن؟ يعني معناها الكي فريم ده بيسلم الحركه للكي فريم اللي بعده عامله ازاي. هل هو بيسلمها له لينير ولا بيسلمها له كيرفد يعني بزير؟ في حالتنا بيسلمها لينير. طب الكي فريم اللي وراه بيستلمها ازاي؟ دلوقتي بص بالظبط كده، كانك بتدي لواحد هديه وانت بتضحك. انت بتديها له وانت بتضحك. تمام؟ هو خدها منك وهو مكشر. خلاص؟ حلو كده؟ اذا هو ده بيسلمها لده لينير. ده بقى هيستلمها منه ازاي؟ هيستلمها منه برضه لينير. خلاص؟ طب هل ممكن يستلمها منه بطريقه ثانيه؟ اه بالظبط. زي ما الاخ هيستلم منك الهديه وبيضحك، ممكن يستلمها منك وهو مكشر. تمام؟ ممكن يستلمها منك وهو مديك قفاه او مديك ظهره عادي. تمام؟ هو نفس القصه. ده بيسلم لينير وده بيستلم لينير. ده بيسلم بيزير وده برضه بيستلم بيزير. ده ممكن يسلم بيزير ده يستلم لينير. ده ممكن يسلم لينير ده يستلم بيزير. يعني الدنيا متاحة، بس الديفولت بتاعي أنا عملته لينير. خلاص طب نغير إزاي؟ بص بقى، همسك الاتنين دول وأعمل رايت كليك كي فريم أسيستنس وأقول له إيزي إيز. تمام؟ ماشي؟ هتقول لي اه طب ما هو ده كده بقى سموز اهو. هقول لك اه بس خلي بالك اللي احنا عملناها دي سرعه الحركه مش شكل الحركه. زي بالظبط كده واحد بيجري كفانا الله وكفاكم الشر هو بيعرج. هو مهما يجري بسرعه هو بيعرج. هو مهما يجري بسرعه هو بيعرج. نفس القصه في دي. انت يعني انت مخلي الكي فريم يمشي سريع او بطيء بس هو لينير. تمام؟ هي نفس الموضوع. طب كده خلصنا من الانتربوليشن. عرفنا الانتربوليشن اللي هي ايه، يعني الشكل الانيميشن شكله ايه. هل هو شكله بزير ولا شكله لينير؟ احنا عندنا شكله لينير. طب جميل. السرعه بقى، هل هيجري بسرعه ويبطئ ولا هيفضل يجري بسرعه ولا ولا ولا؟ دي بقى شكل الكي فريم او دي نوع الكي فريم. لو لينير خلاص السرعه ثابته، اما لو ايزي ايز يبقى في كلام. واحد يقول لي طب يا باشمهندس انا استنتجت حاجه، ان احنا لو قربنا الكي فريمات من بعضها الانيميشن هيبقى سريع، لو بعدناه الانيميشن هيبقى بطيء. والله كلامك صح. بص كده، لو مسكت دول وخدت ضغطت على الت ومسكت اخر كي فريم، فانت كده بتسرع وتبطئ بنفس النسبه بين الكي فريمات. يعني انت محافظ على العلاقه على المسافه دي والمسافه دي. الت اهو بص المسافات متحافظ عليها. يعني كده بقى الانيميشن بطيء، كده بقى الانيميشن سريع. حلو حلو.
بس دي الطريقة القديمة. تمام؟ هرجع تاني زي ما كنت. طب انا الانيميشن بتاعي عايزه فعلا يتم في خلال 41 فريم. خلاص؟ بس انا عايز بقى في ال 41 فريم دول اسرح في حتت وابطأ في حتت. هتقول لي يا بايدا انت غلس قوي. هقول لك يا مش غلاس. بس هو الفكرة ان في ناس للأسف بشوفها بتشتغل بسكريبتات. ولو السكريبت وقف تمام او لو السكريبت عمل هو عايز يكستم حاجة او السكريبت عمل له حاجة وعايز يعدل عليها ما بيعرفش. لانه للأسف هو اتعود على انه شغل السكريبت ده هيعمل لك الحركة دي. طب عدل فيها ازاي؟ ما انا مش فاهم اصلا هو السكريبت عملها ازاي. هي دي المشكلة. مش عايز اظلم الطالب قد ما انا عايز اقول للانستراكتور اللي بيدرس ارحم الطالب اللي تحت ايدك وما تعودوش ان هو يشتغل على الطرق الاوتوميشن اللي فيها اوتوميشن على طول. لو انت عودته على ده لو جه وقف قدامه سكريبت او بلوجن مات خلاص. ماشي. فنفهم الاول الاندر سيرفس يعني نفهم الدنيا ماشيه ازاي وبعد كده نشتغل بالطرق الاوتوميشن حتى لو انت حبيت تعدل عليها تبقى انت فاهم. فنيجي هنا تاني. التعديل على موضوع زي ده ما بيتمش هنا. بيتم لو ضغطنا على حاجة بنسميها الجراف اديتور. ودي انا بستمتع بيها بصراحة. الجراف اديتور بيخليك تتحكم في سرعة الحركة في اي مكان انت عايزه. لو ضغط كليك على الجراف اديتور طلع لي الجراف اديتور بالمنظر ده. لو طلع لك مختلف عن الشكل ده تعال هنا من الجراف اديتور تايبس او الجراف تايبس كليك واتاكد انك انت على edit speed graph مش edit value graph. لو edit value graph هتلاقيه بالمنظر ده عشان لو حد جه قال باشمهندس انا طلع لي الخطوط دي اهو speed graph. خلاص. طيب انا عايز اخلي الدنيا واسعه شويه عن كده فانا هعمل دي كده. ولو انت ضغطت هنا على fit all هيعمل fit all. بص كده بقى على الجمال هنا. نخلي بالنا ان احنا عندنا هنا قمة وعندنا كيرف كده. ده الكيمي فريم الاولاني بتاعنا وده التاني وده التالت. لو خدت بالك من حاجة حلوة او يبص كده لما احنا علمنا على ده طلع هنا هندل وهنا هندل واحد. هتقولي طب ما طلعش هنا هندل ليه؟ هقول لك خلي بالك بقى. هنا بتسلم وده يستلم. بتسلم ويستلم. لما انت بتسلكت الكي افتر بيبص الكي ده هيسلم لمين. فكده ده كده سلم اهو وده هيستلم منه. طب لو عملت سلكت على ده شاطر هيسلم ويستلم اسف هيستلم ويسلم. حتى الافتر راح عامل لك كيف راح محدد لك التلاتة. ليه؟ لان الكي فريم اللي في النص ده شغال بين الاتنين بيسلم للي وراه ويستلم من اللي قبله. طب لو جينا حددنا على ده اعتقد مفهومه بقى. هتلاقي راح اعمل لك واحده هنا واحده هنا. المهم لو عملنا على ده كده ومسكنا الهندل ده منين ما تخلي القمه دي قريبه منين ما الحركه تبقى سريعه جدا. منين ما تبعدها هتبقى الحركه بطيئه جدا. يعني لو احنا مسكنا ده وسحبنا ده لجوه كده كمان شويه ومسكنا ده وسحبنا ده لجوه كمان شويه كده نطلع بس هنا هنا انا بزوم التايم لاين وبصوا حركه شكلها عامل ازاي. ها حد خد باله؟ سريع بطيء وراح طالع تاني. طب نرجع تاني فت تاني. خلاص يعني هنا اهو سريع وبعدين خد الكيرف بطيء وبعدين هوب قام طالع هنا تاني. طب لو احنا عملنا دي كده ودي كده شويه ها اظن واضحه واضحه. هو هنا هيبات هنا يعني هينام هنا. خلاص. فلو احنا جينا عملنا كده اهو هو قعد طلع. طب لو انت عايز تعمل كوره بتتنطط افتكر يعني بقت باينه. واحد يقول لي باشمهندس انا دخلت هنا ده انا ما لقيتش كيرفات. هقول له لا ما انت لازم تكون عامل سيلكت على الكي فريمز وتخش كده عشان تلاقي الكيرف. تمام. همسك ده و
و سبيد جراف بوزيشن بس مش عايز خلي بالك لما عملت كده جاب لك الروتيشن لكن انا عايز البوزيشن بس. هاخد البوزيشن وخلي ده بقى بصوا كده خلي ده هنا كده وخلي دي هنا كده حلو. ما تيجوا نجرب نشوف شكل الحركه هنا بقى حيث اللعب. اعجن خلي القمه يمين شويه شمال شويه خليها في النص العب زي ما انت عايز لحد ما ايه انا يعني معلش انا بحب اتكلم بالعاميه شويه لحد ما تشبع وتمخمخ في الانيميشن اهو. بص هوب طالع هوب على فوق وصلت ولا مو وصلت؟ افتكر انها وصلت تمام بالمنظر ده كده. بالمناسبه اللي بقوله ده في اي برنامج 3D كونسبت الانيميشن في اي برنامج واحد افتر توم بوم انيمي ستوديو ماكس مايا واتيفر اي برنامج فيه كي فريمز شغل الكيرفات ده نفس الكونسبت اللي بقوله طبعا مع اختلاف الامكانيات البشعه بين الانيميشن 3D وال 2D. انا بتكلم على كونسبت الكي فريمز تمام ده كده فل. لو احنا حتى خدنا ده وعملنا دي كده وخدنا دي وعملنا دي كده بصوا بقى اللي هيحصل هوب سريع بطيء سريع سريع بطيء سريع. طيب هو كده هو بس نو لو احنا مسكنا ده كده وضغطنا على ده كده وبدل ما نشتغل على السبيد اشتغلنا على الفاليو جراف. الفاليو جراف فرقها ايه؟ انك بتخليك تشتغل على الاكس لوحده والواي لوحده. هعمل فيت تمام هلاقي عندي الكي فريم اللي في النص ده كده تمام. طبعا انا كده لو خدنا بالنا انا ما عنديش الهاندل يعني انا مش ما عنديش هاندل امسكه واشتغل بيه. انتوا عارفين ليه؟ لان انت لما بتمسك ده انت ماسك اكس واي مع زي اكس واي مع بعض علشان تعرف تشتغل على كل واحد من دول هقول في المحاضرة الجاية هنعمل ايه.